أن صدوركم التي تحملت مظالم الاحتلال وتخسير الأهل ستتسع لبعض قصوراتنا. ننحني أمامكم أمهات وأخوات الشهداء. أين ذهبت يا خالد الحبيب؟ تركتني وحيدا بلا سند، صرحت أمي وأبي. لكل أهل ضمير حي إنهم يتدخلوا يفكوا عن أسرانا، ندفنهم بكرامتهم. لكل واحد عنده ضمير حي وخاصة السلطة الوطنية وعلى رأس الرئيس عباس حفظه الله إنهم يتدخلوا ونفك قصرهم ونحطهم وندفنهم. دمك مخلوط الدم، دمك مخلوط الدم، دمك مخلوط الدم. ليفهم أن أبنائنا هم من فلذات أجدادنا وأن أمهاته تبحث عنهم ورغم أنهم في الثلاجات. هذه أرددها وأعيدها مرة أخرى، نحن أصحاب الإنسانية، نحن أصحاب الحقوق والكرامة. فيش حدا حاس فينا نهائيا مرة، ولا حدا حاس فينا، يعني كل يوم بيمضي على الله أعلم علينا، يعني شو حرقة قلوبنا على أولادنا، حتى ندفنهم ونكرمهم زي ما يكرمونا نكرمهم. الذي يعتقد أنه بتعدلته وغطرسته سيبنينا على أن نطالب بأبنائنا هو مخطئ، هو واهم بأننا من الممكن أن نتنازل عن حقنا، وسنبقى صامدين حتى استعادة آخر جثمان من جثامي شهدائنا. النار بتنذر بالموت، الرد القسامي نازل عائد.